لذلك قبل ما ادخل بقى في التفاصيل وما كتب على النادي الاهلي في الصحف والمواقع، اذهب مباشره الى زميلي العزيز كريم احمد من ملعب مختار التتش بالجزيره عبر الهاتف، يطمنا عن حاله الفريق والاستعداد لمباراه وادي دجله خلال الفتره القادمه. كريم، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي محمد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم، ومحتاجين نسمع بقى منك ونطمن الفريق بيستعد ازاي لمباراه دجله. النهارده كان في تدريب صباحي، بالتاكيد الجهاز الفني اشتغل على التحضير لهذه المباراه، غلق صفحه المشوار الافريقي ومباراه الهلال وجاهزيه اللعيبه كمان خلال المرحله القادمه ان شاء الله لماتش وادي دجله. بالتاكيد يا محمد، يمكن مش هقول كلام كتير زي اللي انت قلت، طبعا على التركيز وعلى الفصل التام، ومن اهم الاشياء طبعا اللي بتميز لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني هو الفصل الكبير بين البطوله الافريقيه، مباراه الكاس، مباراه الدوري، مباراه الدوري كمان القادمه، مباراه محتاجه شغل كبير جدا، وده اللي كان واضح من مستر رينيه فايلر المدير الفني النهارده في بدايه المران، بجانب تحضيراته الخاصه بمباريات الفيديو طبعا لفريق وادي دجله، لكن تحضيرات نفسيه كبيره جدا وذهنيه للاعبين، بنشوفه بيجتمع مع اللاعبين بشكل فردي، بيجتمع مع اللعيبه بشكل جماعي. النهارده يمكن محاضره فنيه 10 دقائق محمد اتكلم فيها مستر فايلر، اتكلم فيها كابتن سهل عبد الحفيظ، الاطار كله طبعا على اهميه المرحله، لابد من تركيز، لابد غلق البطوله الافريقيه بالكامل والتركيز في مباراه الدوري، اتكلم معاهم عن الحمل التدريبي، طبعا الحمل التدريبي هيرتفع شويه لان مع الضغط الكبير كان في ريكفري امبارح بالنسبه للاعبين، في طبعا مستر توماس طبعا اللي بخط الاحمال اللي بيقوم بدور كبير جدا، بيحاول ما يبقاش في اي اجهاد للاعبين، لكن يعني حميه اللاعبين وجديتهم هي دي اللي طاغيه على المران. انت عارف محمد طبعا كل الناس بتكون متواجده رغم غلق الملعب في التدريبات، لكن النهارده يعني من خلال الصوره طبعا شايف النهارده كان في متاح ان بعض اعضاء النادي الاهلي يكون بتتفرج على اللعيبه، بتشوفهم الحماس كبير جدا النهارده. يعني اقدر اقول لك ان احمد فتحي في كوره مشتركه بالروح وبجديته وبالروح القتاليه لاحمد فتحي، خد كدمه قويه جدا النهارده في الانكل، لكن سرعان طبعا ما تدخل طبيب النادي الاهلي خالد محمود، وبجديه احمد فتحي طبعا شارك على طول في المران، هي كانت مكانه بسيطه لكن ده طبعا يعني بينعكس على اللعيبه ان في اصرار وفي جديه. التغييرات وارده بشكل كبير يا محمد، لان النهارده شفنا مستر فايلر مجتمع مع ياسر ابراهيم مدافع النادي الاهلي، قدامنا على الصوره يا كريم، قدامنا لقطات زي ما انت ذكرت، حفزه بشكل كبير جدا يا محمد، واكيد واضح ان ياسر هيكون له دور الايام القادمه، وتاكيد الراجل على طول بشكل مستمر، كله هياخد فرصه وكل هيشارك، لكن كل مرحله ليها متطلباتها، كل مباراه ليها متطلباتها. مباراه الكاس محتاج ان انت تنهي المباراه بشكل سريع، قراءاته كمان الراجل ذكي جدا في قراءاته وفي مشاهداته، عارف امتى يوظف، احنا شفنا جونيور اجاييه في مركز غير مركزه، بنشوف امور عديده جدا، لكن يعني مع الراجل ان هو بيتم الدفع بيه وبيبقى في اقاويل ازاي يلعب المكان ده، ازاي بيلعب في المكان ده، لكن بنشوف النتيجه وبنشوف الايجابيه وبنشوف الجمل كمان اللي الراجل بيحاول يحفظها لكل اللعيبه. الحاله الجاهزيه مرتفعه جدا، الحاله المعنويه مرتفعه جدا، الكل مركز محمد ان شاء الله في المرحله القادمه، تحديدا مباراه وادي دجله النهارده. كمان صالح جمعه، يعني عايزين نتكلم على صالح جمعه، كان غايب الفتره اللي فاتت عن العضله الضمه، كان عنده الام بعدته بشكل كبير عن التدريبات الماضيه، النهارده شارك في الجرعه التدريبيه وفي المران الجماعي. مهم يا كريم اللي انت قلته، مهم ان كان صالح كان عنده اصابه الفتره الاخيره عشان الناس تبقى عارفه الحقيقه، لانك بالتاكيد حاضر كل التدريبات وقريب الصله جدا من الجهاز واللعيبه وعارف كل الخطوات اللي موجوده. دي حقيقة محمد، كمان يمكن حتى صالح امبارح ما كانش باين في المران خالص، فناس قالت ان صالح مش متواجد، بالعكس صالح كان متواجد في الجيم، كان بيأدي بعض التدريبات الخاصة طبعا بيه، كان عنده خلاص امبارح كان التست الاخير ليه ان هو ينزل التدريب الجماعي، والنهارده الحمد لله شفناه وطمنا عليه. لسه المرحله كبيره ولسه المباريات قادمه والضغط كبير قوي، كل اللعيبه الجهاز الفني يحتاجها في كل المباريات. من الاشياء المطمنه ان احنا عندنا اكتر من تيم واكتر من لعيب في كل مركز، فدي تطمن بشكل كبير جدا، لكن اي لعيب هياخد فرصه او مش هياخد فرصه دي الايام القادمه اكيد هيكون ليها دور كبير جدا، لان الضغط انت عارف يا محمد بطوله كاس وبطوله دوري وبطوله الافريقيه الحلم الكبير، فاكيد الحمل هيتوزع على الجميع، وده اللي بياكد عليه بشكل مستمر مستر رينيه فايلر. بجانب كل هذه الامور علي لطفي كمان نقدر نقول ان هو كان غايب النهارده عن المران، اللي عنده طبعا كان اجهاد شويه في العضله الخلفيه، برضه جلسات في الجيم علي لطفي، لكن الحمد لله محمد يعني بطمنك وبطمن كل الناس حاله اللاعبين مطمئنه بشكل كبير، الاصرار موجود في عين كل اللعيبه، عندهم هدف كبير جدا واكيد هدف كل جمهور النادي الاهلي ان احنا نحصل على بطوله الدوري، البطوله الافريقيه، بطوله كاس مصر، وان شاء الله يكونوا موفقين محمد باذن الله. ان شاء الله يا كريم، غدا باذن الله التدريب هيكون في الفتره المسائيه او اتحدد ميعاده، لان خلاص بكره معسكر ان شاء الله قبل مباراه دجله بعد بكره. بالتاكيد يا محمد طبعا، يعني انت عارف اليوم اللي قبل المباراه على طول بيكون تدريب مسائي الساعه 4 عصر، ان شاء الله يكون
التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش، مباشره هيتوجهوا لاحد الفنادق القريبه طبعا من استاد السلام، لان وليد دجله طبعا هو صاحب هذه المباراه. ان شاء الله باذن الله محمد نفرح بكره ويكون اداء ونتيجه تسعد كل جماهير النادي الاهلي، ويتدرج النادي الاهلي تدريجيا ويقدر يحافظ على بطوله لقب الدوري العام. زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار والمتابعه لتدريبات فريق النادي الاهلي قبل مباراه وادي دجله.